أخي المزارع، عند رعاية أشجار الزيتون خلال شهر يوليو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: أهم العمليات التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة، زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، ضبط عمليات الري وعدم الإفراط فيه، ودهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس. وبالنسبة للتسميد في الأشجار التي تروى بالغمر من عمر سنة إلى عامين، يتم إضافة 100 جرام إلى 150 جرام من سلفات النشادر أو نترات النشادر، مع إضافة 300 جرام من سلفات النشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، ويتم إضافة 150 جرام من سلفات البوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جرام، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل مرتين تسميد في الشهر. تسميد أشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط: في الرية الأولى يضاف كيلوغرامين من سلفات النشادر ونصف كيلوغرام من سلفات المغنيسيوم، في الرية الثانية يضاف 3 كيلوغرامات من سماد مركب 19 إلى 19 إلى 19، وفي الرية الثالثة يضاف 3 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم، وفي الرية الرابعة يضاف لتر من حامض أميني للفدان مرة في الشهر، ويضاف لترين من حامض هيوميك مرة في الشهر، ويضاف لتر من حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع لتر حامض نيتريتك مرة كل 15 يوم. وبالنسبة للتسميد الورقي، يتم الرش الورقي مرة في الشهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، ويكرر ويتم كما يلي: 350 جرام من الحديد المخلبي، و150 جرام من الزنك المخلبي، و150 جرام من المنجنيز المخلبي، و75 جرام من المغنيسيوم، و50 جرام من البوركس، و50 جرام من سلفات النحاس، و200 جرام من اليوريا لرفع كفاءة الامتصاص.